بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حياكم الله أعزائي طلاب الصف العاشر في درس هذا اليوم عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. تكلمنا في الدرسين الماضيين عن النوع الأول والثاني من أنواع التوحيد، وهي النوع الأول توحيد الربوبية، تكلمنا عنه في الدرس الأول، ثم في الدرس الثاني وهو الدرس الماضي تكلمنا عن توحيد الألوهية، ثم اليوم نتحدث عن النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. نبدأ بهذا السؤال: ما هي أعظم آية في القرآن ولماذا؟ ما هي أعظم آية في القرآن ولماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ. إذن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لماذا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن؟ لأنها اشتملت على أعظم أسماء الله جل وعلا وصفاته. سؤال آخر: ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن ولماذا؟ السورة التي تعدل ثلث القرآن هي سورة الإخلاص، لأن فيها صفة الله جل وعلا من صفات الله جل وعلا الوحدانية في أسمائه وصفاته، وأنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. اذكر بعض أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيها. يقول الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله اسم الله الأعظم، ويعني الإله المعبود. الأحد المنفرد بأوصاف الكمال. الصمد السيد المستغني عن كل أحد. لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة أي زوجة. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير أو مثيل أو شبيه، لا في خلقه ولا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله. ما هي أسس توحيد الأسماء والصفات؟ هناك أسس يقوم عليها هذا التوحيد، وهي: الأول، أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا مجال للعقل فيها، نقف فيها عندما جاء في النصوص في القرآن والسنة، ما فيها أي اجتهاد، فأسماء الله وصفاته توقيفية، نتوقف فيها عندما جاء في الوحي القرآن والسنة. هذا الأساس الأول، وهو أساس لكل ما بعده. الثاني، الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فكلامه وحي بعد القرآن. الثالث، تنزيه الله عن أن يشبه شيء، عن أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين. الله عز وجل صفاته لا تشبهها أي صفة من صفات المخلوقين. الرابع، قطع الأطماع عن إدراك حقيقة صفات الله. نحن نفهم صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت في القرآن والسنة بمقتضى قواعد اللغة العربية، لكن أن نصل لحقيقة هذه الصفات فهذا مستحيل. ما واجب المؤمن في الأسماء والصفات؟
واجب المؤمن في أسماء الله وصفاته أن يؤمن بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، يعني التكييف كيف، التمثيل مثل، التشبيه يعني تشبيهها بشيء، ولا تعطيل اللي هو النفي، ننفيها بقصد التنزيه، هذا خطأ. بل الواجب أن نثبت هذه الأسماء والصفات وأن نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. هذه عبارة مهمة أيها الأحبة، وهي عمدة في باب توحيد الأسماء والصفات. هذه الجملة عبارة ذهبية في هذا الباب، وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه العبارة أو الجملة من قائلها وما هي مناسبتها؟ قائل هذه العبارة هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لما جاءه سائل يسأله عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فقال يا إمام كيف استوى؟ الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكيف أجابه الإمام مالك رحمه الله؟ أجابه بهذه الجملة العظيمة في معانيها: الاستواء معلوم، معلوم لأنه جاء في القرآن ثابت، والكيف مجهول، كيف لا نعلمه لأنه لا يعلم بحقيقة صفات الله وأسمائه إلا الله، والإيمان به واجب، لماذا؟ لأنه جاء في القرآن، والسؤال عنه بدعة. نقف الآن أيها الأحبة مع قواعد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ما فيها اجتهاد، صفات الله وأسماؤه لا تثبت إلا بالقرآن والسنة. هذه القاعدة الأولى، وهي أهم القواعد، أن أسماء الله وصفاته توقيفية. القاعدة الثانية، يجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها دون تحريف، ما نحرفها، ما نزيد في معانيها أو ننقص منها. القاعدة الثالثة، ظاهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعاني، فالمعاني اعتبارها كما جاءت في اللغة، ومجهولة باعتبار الكيفية، كيف لا نعلمها لأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. هذه قواعد في أسماء الله. القاعدة الأولى أن أسماء الله توقيفية، كما ذكرنا التوقيفي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، فأسماء الله توقيفية لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى كما جاء في الآية في كتاب الله جل وعلا. القاعدة التي بعدها، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أسماء الله لا يعلمها إلا الله، ما جاء في القرآن والسنة معلوم وواضح، لكن كل أسماء الله جملتها مجموعها لا يعلمها إلا الله. القاعدة التي بعدها، كل اسم لله فهو دال على ذاته وعلى الصفة التي تضمنها. الاسم كما يقال علم على الذات، فكل اسم لله فهو يدل على ذاته وعلى الصفة التي يتضمنها، مثل الرحمن تدل على الرحمة، الرحمن والرحيم أسماء لله تعالى، وهي صفات أيضا تدل على صفاته في الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، ومن أسمائه الرحمن الرحيم. ننتقل لقواعد في صفات الله جل وعلا. من هذه القواعد الإيمان بما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تشبيه أو تمثيل. من قواعد الصفات قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية، كيف؟ ما هي حقيقة الكيفية؟ الله أعلم، لا يعلمها إلا الله. صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها، وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين،
ثبوتية ومنفية، ثبوتية ما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ومنفية ما نفاها عن نفسه، مثل النوم، الله جل وعلا نفى عن ذاته العلية النوم لأنها صفة نقص، والله جل وعلا حي قيوم لا ينام. وثم صفات الثبوتية نوعان، ذاتية وفعلية. الذاتية التي لا تنفك عن ذاته مثل الرحمة والعلم والحكمة والحياة والقيومية، والفعلية ما يتعلق بأفعاله مثل المجيء والضحك وغيرها من الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة. ما هي ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، ومنها سعي العبد للتحلي بها وتطبيقها. الله جل وعلا الرحمن الرحيم، ما هي آثار الرحمن في حياتي كمؤمن؟ هل أرحم الضعيف والفقير والمسكين؟ هل أرحم الناس جميعا؟ أرحم العاصي؟ هذه الرحمة أيها الأحبة يتحلى فيها العبد بصفة عظيمة من صفات الله تعالى، وهي أن الله جل وعلا رحيم بعباده، رحيم بالخلق. الثانية من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات أنها تجعل في قلب، تورث في قلب العبد الخوف من الله جل وعلا. أيضا يظل العبد دائما السؤال لربه، أيضا استصغار النفس أمام عظمة الله تبارك وتعالى. الحقائق والمفاهيم، ملخص درس اليوم: توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. الله اسم الله الأعظم وأصله الإله المعبود. من أسس توحيد الأسماء والصفات أنها توقيفية، يعني ما فيها مجال للاجتهاد، لا مجال للعقل فيها. الرابع: الإيمان بأن صفات الله معلومة المعنى في اللغة لكنها مجهولة الكيفية. الخامس: للإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ثمرات في حياة المؤمن، ذكرنا بعضا منها. القيمة، ما هي قيمة الدرس اليوم؟ الإيمان، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أسماء الله حسنى وصفاته كلها صفات كمال. ما هي مظاهر هذه القيمة؟ الأول: تطبيق معاني أسماء الله وصفاته في حياتي، كما ذكرنا إشارة لصفة الرحمة. ثم أدعو الله جل وعلا دائما بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نختم بالتقويم: السؤال الأول، عرف توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. اثنين، ما أسس توحيد الأسماء والصفات؟ من أسس توحيد الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. أيضا الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. أيضا تنزيه الله عن أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين. ثم قطع الأطماع عن إدراك حقيقة صفات الله تعالى. السؤال الثالث: من قائل العبارة التالية وما مناسبتها؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. القائل هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، عندما سأله سائل عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال: يا إمام كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات؟ ثمرات كثيرة، منها سعي العبد للتحلي بها وتطبيقها في حياته. الثانية أنها تورث الخوف من الله جل وعلا. الثالثة أن يظل العبد دائم السؤال لربه، يدعو الله بأسمائه وصفاته: اللهم يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا عليم علمني، وهكذا يدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. الرابعة: استصغار النفس أمام عظمة الله. الله جل وعلا من أسمائه القوي العظيم القهار، هذه الأسماء
تورث في قلب العبد استصغار النفس أمام عظمة الله جل وعلا. السؤال الخامس: علل أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لماذا؟ لأنها اشتملت على أسماء الله وصفاته. علل: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأن فيها صفة الله جل وعلا. بهذا أيها الأحبة نكون قد وصلنا لختام درس اليوم، وهو الدرس الأخير في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية كان موضوع الدرس الأول، ثم توحيد الألوهية موضوع الدرس الثاني، ثم توحيد الأسماء والصفات موضوع درس اليوم، وبه ختمنا أنواع التوحيد الثلاثة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تعلمنا، وحتى ألتقيكم في حصة قادمة أستودعكم الله.